دائما هناك علاقه ترابط واسعه بين مجال الفن ومجال كرة القدم. علشان كده ده موضوع حلقتنا النهارده، علاقات الحب والزواج اللي ربطت بين لاعبي كرة القدم وما بين الفنانات. بعض العلاقات كانت ناجحه. الزواج كان ناجح وبعض العلاقات انتهت بفضايح وبطلاق وهذا ما حدث خلال الساعات القليله مع الممثله شيماء عادل، شيماء عادل حررت محضرا ضد زوجها محمد عبد الله لاعب الاهلي السابق. تابعوا معايا التفاصيل. كشفت الفنانه شيماء عادل زواجها من الكابتن محمد عبد الله المدرب العام لنادي الانتاج الحربي. ولاعب النادي الاهلي والزمالك والاسماعيلي الاسبق شيماء اكدت ان حياتها الزوجيه تحولت بعد ذلك الى جحيم وده كان بسبب علاقاته النسائيه المتعدده كما اضافت شيماء انها اكتشفت علاقته باحدى الفتيات وهو ما ادى لوقوع مشاجره حاده بينهما مما اضطرها الى مغادره منزلهما واثناء ذهابها تعرضت شيماء لحادث على الطريق الدائري وكانت نتيجه الحادث تهشم سيارتها ثم تعدى عليها زوجها بالضرب والشتائم واستولى على جواز السفر وعقد الزواج ومبلغ من الأموال. ده الشيء اللي دفعها لتحرير محضر إثبات حالة بقسم العجوزة، المحضر يحمل رقم 5721. ثم تابعت شيماء كلامها وقالت: قالت إن هي تواصلت مع الكابتن مختار مختار المدير الفني لنادي الإنتاج الحربي والذي كان يعلم بأمر الزواج، والذي حاول التدخل بطريقة ودية لحل الأزمة بينهما، ولكن زوجها أنكر الزواج. وهو ما اضطرها الى نشر فيديوهات وعقد الزواج وصور قسيمه الزواج معدنا دلوقتي مع قصة زواج ناجحة جدا عن علاقة حب وزواج استمرت لأكثر من نصف قرن علاقة حب استمرت خمسين عام قصة حب الراحلة الفنانة وعارضة الأزياء رجاء الجداوي والكابتن حسن مختار حارس مرمى نادي الإسماعيلي بالرغم من ان الفنانه رجاء الجداوي من مواليد محافظه الاسماعيليه وكذلك الكابتن حسن مختار لكن لقاهم الاول ما كانش على ارض هذه المدينه هنتعرف مع بعض التقوا ببعض ازاي وبدات ازاي قصه حبهم لقاء الثنائي الرائع كان في دوله السودان سافرت رجاء علشان تشارك في مسرحية روبابيكيا مع الفنانة تحية كاريوكا وهناك قابلت حسن مختار تعالوا نشوف رجاء الجداوي قالت ايه قالت أثناء توجهي إلى السودان وذلك العرض المسرحية كان هناك حسن مختار حارس مرمى منتخب الفراعنه على نفس الطياره حسن كان مسافر علشان يشارك في فعاليات كاس الامم الافريقيه المقامه بالسودان رجاء قالت انا ما كنتش اعرفه ولا بفهم في الكوره اتقابلنا مع محمود المليجي كنا في السودان وعملت مكياج المسرح وكنت اوفر شويه رجاء تابعت كلامها وقالت انا كنت مقيمه في فندق يقيم به اعضاء المنتخب الوطني كان بيلعب معاهم طبعا الكابتن مختار لفت نظري ايديه ورجليه كان حاطط رجله على سور البلكونه ماسك كتاب بيقرا فيه، رجاء كملت كلامها وقالت سألت عليه عرفته لكن هو معبرنيش، أول الست لما يتجاهلها الراجل بيلفت نظرها على طول وده رأي الفنانه رجاء الجداوي، كملت كلامها وقالت لكن اللي بيتكعبل على طول من أول لحظه ما ينفعش. كمان كملت وراوت عن أول محاسة حدثت بينهم، الكابتن حسن مختار سألها أنت بتشتغلي إيه؟ فقالت له انا بشتغل عارضه ازياء، قال لها يعني ايه؟ قالت له بلبس الفساتين بعرضها للناس وبعدين هم يسقفوا لي وبعد كده بخلعها على طول، قال لها وهي دي شغلانه؟ على طول سالته نفس السؤال، طب انت بتشتغل ايه؟ قال لها حارس مرمى، قالت له يعني ايه؟ قال لها بصد الكوره، فقالت له هي دي شغلانه، ردت عليه بنفس طريقته. اما عن تاني يوم لها في الفندق حسن مختار قال له رجاء شكلك النهارده عدل، لانك امبارح كنت عامله زي البلياتشو. رجاء كملت كلامها وقالت هو اتريق على شغلي لما قلت له اني مانيكان وانا ردتها له لما قال لي انه بيشتغل لاعب كره تبعت كلامها وقالت لما وصلنا الخرطوم قعد جنبي حسن مختار وانا قلت له روح حته تانية لان صحفي في جريده افريقيه لما شافنا طلب مني انه ياخد لنا صوره على اعتبار ان حسن خطيبي فقلت لحسن يقوم يمشي رجاء كملت كلامها وقالت حسن قال لي عايزه اتجوزك وهتجوزك وعمري ما قلت حاجه وما بهذه العباره سردت لنا الفنانه رجاء الجداوي ازاي تقدم لها الكابتن حسن مختار أما عن رد رجاء قالت له أنا أكبر منك فقال لها إنه بيقبض خمسة وخمسين جنيه ولما يصد كورة بياخد خمسة جنيه لكن رجاء قالت إن هي رفضت وقالت يا مصيبتي ده قال لي هتجوزك يعني هتجوزك حسن مختار كان أخد رقم تليفون رجاء ولما وصلوا مصر كلم رجاء طلب منها يقابلها تاني يوم لكن رجاء رفضت لكن بعد كده فكرت ووافقت فاتقابلوا عند سينما رمسيس رجاء قالت جهزت لبسي لبست حاجة جميلة تصغرني في السن حسيت إني عايزة أبقى حلوة كملت كلامها وقالت عن شراء دبل الخطوبه، شوفوا بقى قد ايه هي فنانه جميله وبسيطه. رجاء قالت انا كان معايا 12 جنيه وهو كان معاه 18 جنيه فاشترينا دبلتين ب 31 جنيه يعني شاركته في تمن شبكتها. ربما كانت هناك علامات حب لا تظهر على الفنانه رجاء ولكن هي قالت محبتوش قبل الجواز لكن مات وهو بيدايلي قالت عشت معايا اجمل 46 عام. كان بينا حب كان بينا موده كان بينا رحمه. جوزي مات وهو بيدعيلي. كملت كلامها وقالت قال لها ان ربنا هيكرمها قوي وفعلا ربنا كرمها بحب الناس ليها لغايه دلوقتي هنرجع نكمل كلامنا عن قصص الحب والزواج وعلاقات ناجحه وعلاقات فاشله ما بين لاعبي كره القدم وما بين الفنانات تزوج محمد عبد المنصف حارس مرمى الزمالك السابق ووادي دجله من الفنانه لقاء الخميسي، وذلك بعد فسخ خطوبته من ابنه عضو مجلس اداره الفريق الابيض عزمي مجاهد، وهذا الزواج اثمر عن ولد وبنت. اما عن عماد متعب، اعلن مهاجم النادي الاهلي خطبته رسميا من الفنانه يارا نعوم. يارا نعوم ملكه جمال مصر خطبتهم تمت في حفل عائلي ثم أقام حفل الزفاف وصفاه الجمهور بأنه حفل أسطوري الحفل كان عام 2012 ثم أثمرت تلك الزيجة عن ابنتهما تمارا أما عن أشهر قصص الحب قصة حب الفنانة آيات من نجم الزمالك محمود الخواجة ظلت الشائعات تتردد حولهما لغاية ما خرج الخواجة وأكد هذه الشائعات برغم أن محب نجم الزمالك في السبعينات رفض ارتباطه بالفنانة هياتم نجمة الإغراء لكن الحب كان أقوى تزوجها وعند الجميع ولكن للأسف حدث الطلاق بعد عدة أيام الست دي مفيش أجدع من كده جدعة وراجل وبتاعت بيتها هكذا وصف مصطفي يونس لاعب الاهلي الزيجه الرابعه له من الفنانه ولاء مطر وصف لاعب الاهلي نفسه بانه انسان عنيد وقال كمان انه تزوج اربع مرات اخر زيجه لي كانت عندم في احدى زوجاته السابقات <applause> الفنان جمال عبد الحميد لاعب الاهلي والزمالك الاسبق من المطربه الجزائريه فله، ثم نشبت بينهما العديد من الخلافات، هذه الخلافات اضطرته للانفصال عنها نهائيا، ثم ارتبط بعد ذلك بالراقصه عزه شريف، وده كان عن قصه حب، ولكن للاسف هذه القصه لم تكتمل، انتهت ايضا بالانفصال عقب اعتزاله كره القدم، ثم تزوج للمره الثالثه والاخيره من ام اولاده. اما الفنان الجميل الفنانه الجميله الفنانه نجوى ابراهيم، تزوجت الفنانه نجوى ابراهيم ثلاث مرات. الزيجه الاولى للفنانه نجوى كانت من لاعب الكره الشهير مروان كنفاني، مروان كنفاني صاحب الجنسيه الفلسطينيه، انجبت منه نجوى اولادها، وعندما عين مستشارا للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، الامر اللي كان بيتطلب منه اقامته الدائمه في نيويورك، طبعا على الفور رفضت نجوى، وده كان لكثره ارتباطاتها الفنيه في القاهره، مما ادى لحدوث خلافات بينهما، هذه الخلافات نتيجتها كانت الانفصال. ثم تزوجت نجوى للمرة الثانية من المذيع اللامع أحمد فوزي ثم انفصلت عنهم أما عن زواجها الثالث كان من رجل الأعمال السعودي عاصم القزاز والتي ظلت سرا حتى تم الإعلان عن هذه الزيجة رسميا الفنانة نجوى إبراهيم بدأت حياتها العملية كمذيعة بالتلفزيون المصري ثم رئيسة لقناة النيل الأسرة والطفل صاحبة بطولة 12 فيلم وقفت نجوى أمام كبار النجوم كمان اتعاملت مع أشهر المخرجين نجوى خريجة كلية الآداب قسم الاجتماع، تدرجت الفنانة نجوى في المناصب، أثبتت التزاماً وحضوراً طاغياً، الأمر اللي جعلها تحصل على لقب المذيعة المثالية. الفنانة نجوى إبراهيم لها ابتسامة مميزة وطلة خاصة. هذه الابتسامة الجميلة والطلة المميزة جعلت المخرج يوسف شاهين يرشحها لفيلمه الأشهر "الأرض"، حيث تألقت نجوى في أداء دور الفلاحة المصرية بلهجتها المميزة. ثم تهافت عليها المخرجون، وقفت نجوى أمام كبار النجوم زي محمود ياسين، وده كان في فيلم السادة المرتشين، ومع أحمد زكي في فيلم المدمن وغيرها من الأفلام الناجحة، ليبلغ عدد أفلامها 12 فيلمًا. كما استطاعت الفنانة نجوى إبراهيم أن تستحوذ على قلوب وعقول الأطفال والكبار، وذلك بالأعمال الفنية الجميلة المميزة. أما عن برامجها الناجحة زي برنامج اخترنا لك وصباح الخير يا مصر وعصافير الجنه وفكر ثواني وكسب دقايق طبعا برامج كلنا عارفينها وغنيه عن التعريف وهي من ادخل شخصيه بولس في برامج الاطفال وبالتالي حصلت على لقب ماما نجوى <applause> الفنانه هدى رمزي ابنه المنتج والمخرج الراحل حسن رمزي تزوجت خمس مرات وهي تعتبر دوره الفنانه ميرفت امين حيث تزوجت من زوجها رجل الاعمال مصطفى البليدي ثم ممثل شاب يدعى خالد ثم رجل الاعمال طه غانم ثم تزوجت من محامي ثم نجم الاهلي شريف عبد المنعم وبكده النهارده نكون وصلنا لنهايه فقراتنا معاكم في الحلقه النهارده أتمنى أن موضوع الحلقة يكون عجبكم وللناس اللي شرفتني لأول مرة بتدخلها القناة النهاردة ما تنساش تفعل زر الاشتراك والجرس علشان يوصلها إن شاء الله أي خبر جديد من قناة ياسمنت اليوتيوب والأخبار الفنية